أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب صفة الصلاة أو في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى من قول المؤلف رحمه الله، ثم تقول: السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. قوله رحمه الله ثم تقول: السلام عليكم، أي بعد ذلك، ثم أي بعد ذلك تسلم تسليمة التحليل فتقول: السلام عليكم. وهذا السلام فرض بلا خلاف على كل مصل إمام وفد ومأموم، لا يخرج من الصلاة إلا به، ويتعين له اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع. بالتعريف السلام، والترتيب وصيغة الجمع. فلو قال: عليكم السلام، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو أسقط عن، لم يجزي. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: تسليم واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. يعني أن صفة السلام تختلف باختلاف المصلي، يعني أن صفة السلام تختلف باختلاف المصلي، فإن كان إماما أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن يأتي بتسليمة واحدة جهة وجهه ويتيامن برأسه قليلا، فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بها مع التيامن، مع التيامن. ويسن الجهر بالتسليمة التحليل لكل مصلي. وهذه التسليمة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فعن هشام عن قتادة عن زرارة بن عفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: ويدعو ثم يسلم تسليمة تسليمة يسمعنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ الترمذي وابن خزيمة: كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، حتى يوقظنا. وقال ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله قال: روي في التسليمة الواحدة
أحاديث إلا أنها معلولة، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. هذا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: روي في التسليمة الواحدة أحاديث إلا أنها معلولة، أي ضعيفة، لا يصححها أهل العلم بالحديث. نعم. قال ابن العربي: اختلف علماؤنا في صفة السلام، فثبتت عنه في ذلك أحاديث كثيرة أنه كان يسلم تسليمة واحدة وهي غير ثابتة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين عن يساره ويمينه، ولم يخرجها البخاري، وخرجها مسلم، وخرجها مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في حق المأموم، قال: وتتيمم برأس القليل، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فيسلم واحدة. فيسلم أي فصفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة يتيمم بها قليلا، يتيمم بها قليلا، أن يوقع جميعها على جهة يمينه، فهو مخالف للإمام والفذ. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرد أخرى على الإمام قبالته، أي قبالة الإمام، أي يسن للمأموم أن يأتي بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل، يوقعها جهة الإمام ولا يتيامن ولا يتياسر بها. وقوله يشير بها إليه، أي يشير بهذه التسليمة إليه، أي إلى الإمام، يشير بها إليه إلى الإمام بقلبه، وقيل برأسه أن إن كان أمامه إمام. ويرد على من كان يسلم عليه على يساره، أي يسن للمأموم أن يرد على يساره إن كان على يساره أحد. ودليل التسليم على الإمام وعلى من بيمينه حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار وزاد في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده حسن. ثم قال رحمه الله: فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا، أي أن محل طلب رد السلام من المأموم على جهة اليسار إن كان على يساره أحد أدرك فضل الجماعة، لحديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما كان يتشهد، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. أخرجه الإمام في الموطأ رحمه الله تعالى. قال زرقاني: ولعل مالكا ذكر حديث ابن عمر، ذكر حديث ابن عمر هذا الموقوف عليه لما فيه أن المأموم يسلم ثلاثا إن كان على يساره أحد، لأنه المشهور من قول مالك. والراجح والعلم عند الله أنه يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليم عن يساره. خلاصة التسليم: أولا أن التسليم يعرف ولا ينكر، نقول السلام عليكم ولا نقول سلام عليكم، وهو المشهور. ثانيا أن المطالب بالتسليم ثلاثة:
إمام ومأموم وفذ، إمام ومأموم وفذ. فأما الإمام فقد اختلف في المذهب هل يسلم واحدة أم اثنتين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا، والقول الثاني أنه يسلم تسليمتين وهو في سماع أشهد عن مالك رحمهم الله. والقول الثالث التفصيل بين أن يصلي مع الواحد فيسلم تسليم واحدة، أو يصلي مع الاثنين فيسلم تسليمتين، وهي رواية أبي الفرج عن مالك رحمة الله على الجميع. وأما الفذ المنفرد فهل يسلم واحدة أم اثنتين، فعلى قولين. القول الأول أنه يسلم واحدة وهو المشهور، والقول الثاني يسلم اثنتين إهداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وهي رواية ابن وهب عن مالك، ذكره ابن حبيب في النوادر. وأما المأموم فهل يسلم تسليمتين أو ثلاثة، فالمذهب على قولين. القول الأول أنه يسلم تسليمتين، واحدة يخرج بها من الصلاة والثانية يرد بها على الإمام، وهو قوله في المدونة. والقول الثاني أنه يسلم كم؟ ثلاثة، لا بد منها، لا بد من الثالثة، وهو ظاهر قول مالك الأول الذي أخذه عن سعيد بن مصيب ثم تركه إلى فعل ابن عمر، والذي يترجح لعلم عند الله أن الإمام والمأموم والفذ يسلمون تسليمتين عن اليمين وعن اليسار، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر حكم تحريك السبابة في التشهد والصفات الواردة في ذلك. قال رحمه الله: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه. واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان أو مقمعة. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله أن يستهوي فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. قوله رحمه الله تعالى: ويجعل يده في تشهده، وفي بعض النسخ في تشهديه على فخذيه، تثنية الفخذ، وهما قريبتان من ركبتيه. ويقبض يده اليمنى ويبسط، أي يمد، يبسط السبابة، وهي التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأن العرب كانوا يتسابون بها، وتسمى أيضا بالداعية لأنها يشار بها عند الدعاء، وتسمى أيضا بالمسبحة للإشارة بها للتوحيد. وقوله رحمه الله تعالى: يشير بها، أي السبابة، يشير بالسبابة، وقد نصب حرفها أي جنبها إلى وجهه، أي قبالة وجهه، قبالة وجهه، واحترز بذلك من أن يبسطها وباطنها إلى الأرض وظاهرها إلى وجهه وبالعكس. وقوله رحمه الله: واختلف في تحريكها، قال تتائي: يحتمل أن يريد بالخلاف التحريك، التحريك وعدمه، ويحتمل أيضا في صفته، ويحتمل في محله، هل جميع التشهد وهو المشهور. نعم.
فقيل يعتقد بالإشارة بها، أي بنصبها من غير تحريك، أن الله إله واحد، أي لا إله غيره، لا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. ويتأول، أي وقيل يتأول، أي يعتقد، يعتقد من يحركها أنها مقمعة، أي مطردة، طرد يطرد، أنها طاردة للشيطان، ويجوز أن تجعلها مطردة، آلة للطرد. هذه الكلمة رويت بضم الميم، مقمعة، مقمعة ومقمعة، مقمعة إذا قال إذا قلت مقمعة أي مطردة، آلة الطرد للشيطان. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، مذعرة للشيطان. ثم قال رحمه الله: وأحسب، أي أظن، تأويل ذلك أي معنى ذلك التحريك، أن يذكر بذلك أي أن يذكر بالتحريك من أمر أي من شأن الصلاة ما يمنعه إن شاء الله تعالى، أي شيئا يمنعه، وهذا الشيء كونه في الصلاة، عن السهو أي عن الذهول فيها أي في الصلاة، والشغل أي وما يمنعه عن الشغل عنها، أي عن الاشتغال عنها عن الصلاة. وقوله رحمه الله: ويبسط، أي يمد يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها، لا يحرك سبابتها ولا يشير بها، ولو قطعت يمناه، ولو قطعت يمناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ورد من الأذكار عقب الصلاة، قال رحمه الله: ويستحب الذكر بإثر الصلوات، يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله رحمه الله: ويستحب الذكر بإثر الصلوات، أي دبر الصلوات المفروضة، دبر الصلوات المفروضة. والذكر يكون بالألفاظ المسموعة من الشارع، منها أنه يسبح الله 33، أي 33 تسبيحة، ويحمد الله 33، أي 33 تحميدا، ويكبر الله 33، أي 33 تكبيرا، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الرواية هي الصحيحة، بترك يحيي ويميت. نعم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ومن لم يدرككم أحد ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33. نعم. وفي مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي ذر في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه
وإن كانت مثل زبد مثل زبد البحر. ورواه مالك وابن خزيمة في الصحيح بلفظه هذا، إلا أن مالكا قال: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. تنبيه في ترتيب الأذكار: الأولى والأفضل لمن فرغ من صلاة أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وذلك لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 33، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. نعم. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لما في حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود. ثم يدعو بالدعاء الوارد من حديث علي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه أبو داود وأورده مسلم: ألا أن يقوله بين التشهد والتسليم. ثم يقول الدعاء الوارد في حديث المغيرة بن شعبة في كتابه لا معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن زبير كان ابن زبير يقول في دبر كل صلاة: إن يصلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 مثل ما تقدم. ثم يقرأ آية الكرسي لحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ثم يقرأ المعوذتين والإخلاص. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل الصلاة. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي، يعني الاستمرار في الذكر والاستغفار والتسبيح. قوله في الذكر والاستغفار والتسبيح هذا تفسير للذكر، فكانه يقول: الذكر هو الاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة أي الصبح، من صلى الغداء أي الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. لكن وقال رحمه الله تعالى: وليس بواجب، وليس بواجب، نبه بهذا على خلاف أهل الظاهر. وإلا فهو مستغني عنه بقوله أولا: ويستحب، وفي هذا القدر كفاية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.